السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور أحمد فهمي، استشاري أمراض الروماتيزم والمناعة والطب الطبيعي والتأهيل، ومدرس بجامعة الأزهر. الأول برحب بحضراتكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وخصوصا في فصل الشتاء، وهو اضطراب الأوعية الدموية الطرفية سواء في الكبار أو الأطفال. وفي منه نوعين أساسيين. النوع الأول بيجي نتيجة التعرض للبرودة، فممكن يحصل اضطراب في الأوعية الدموية، وده إلى حد كبير بنسميه نوع من أنواع الرياكشن أو رد الفعل أو الحساسية المفرطة من الأجواء الباردة. في شق تاني منه اللي هو الشق المرضي، وده بيجي نتيجة بعض الأمراض المناعية، على أشهرها اللي هو تصلب الجلد أو تيبس الجلد المناعي. وده مرض مش مشهور قوي، ولكن معروف في الأوساط الطبية، وخصوصا المختصين بالأمراض المناعية والروماتيزم هيبقوا عارفينه كويس جدا، واسمه العلمي سيستميك سكليروز. له اسم تاني اللي هو سكليروديرما، أو زي ما قلنا تصلب الجلد. السكليروديرما بتبقى العرض الأساسي بتاعها زي ما قلنا هو رينولدز فينومينا، أو تغير في شكل الأطراف ولون الأطراف وبرودتها لما تتعرض للبرد. بيحصل ايه؟ اول حاجة بيحصل نوع من انواع ابيضاد لون الاصابع، بتحول الى اللون الابيض نتيجة قصور في الدورة الدموية. الدم مش قادر يوصل لمنطقة الاطراف اللي هي الاصابع، وخصوصا المنطقة اللي هي عند الاظافر وتحت الاظافر. بعد ما بيحصل الكلام دوت، الابيضاد دوت بيتحول اللون الابيض الى اللون الازرق. ليه بيتحول للون الازرق؟ احنا جسمنا كله المفروض ان الدم بيوصل اكسجين للاعضاء. لما بيحصل الاكسجين دوت ما بيوصلش، بيبتدي يتحول الاكسجين، وهو اللي بيدي اللون الدم الحمار، وبيدي العضو ان هو يبقى لونه احمر وردي. بيبتدي يتراكم ثاني اكسيد الكربون، ويبتدي يحصل نوع من انواع شحة في الاكسجين، فيبتدي يتحول الى اللون الازرق. مع الوقت ومع التدفئة بيبتدي يرجع تاني الدورة الدموية دي تشتغل تاني، فيبتدي يحصل جش او اندفاع للدم تاني في المنطقة اللي كان ممنوع عنها الدم، فيتحول لون الى لون القرمزي اللي هو خليط ما بين الاحمر والازرق. ممكن يجي لنا المريض يقول انا صوابعي بتبيض، صوابعي بتزرق، صوابعي بتاخد لون شبه اللون البنفسجي او اللون القرمزي. ممكن تصيب كل الاصابع على الايدين الاثنين والرجلين الاثنين، او ممكن تصيب صابع او اثنين سواء في الرجل او في القدم. ده شكل الظاهرة، وقلنا ده تاني بيحصل لما نتعرض للبرد. وقلنا انواعها يا اما نوع من انواع حساسية البرد، او نتيجة مرض من الامراض الروماتيزمية اللي هو تصلب الجلد. احنا دلوقتي عندنا جهاز اسمه الكابيلاروسكوب. الكابيلاروسكوب هو عبارة عن منظار او ميكروسكوب، بنقدر نبص بيه بنسبة تكبير عالية جدا على الاوعية الدموية الطرفية ديت اللي هي ملاصقة للاظافر. الكابيلاروسكوب بنقدر نعمله بامان تام، سواء للكبير او للصغير، الطفل او البالغ، راجل او ست. احنا ما بنعملش اي حاجة، ما بنعرضش الجسم لاي نوع من انواع الاشعاع ولا اي حاجة. ده مجرد منظار ده او الميكروسكوب متوصل على الكمبيوتر او اللابتوب، بحيث ان انا ببقى مجرد الجهاز ملامس للاصبع بتاع العيان، وانا ببقى شايف الاوعية الدموية على الشاشة بتاعت الكمبيوتر او اللابتوب، وببتدي اعمل اجراءات معينه وقياسات معينه، وباخد كذا صوره وابتدي انا اعمل لها بروسيسنج واحللها، وابتدي اقول ده والله ده شكل طبيعي، لا ده شكل مرضي. طب هو في انهي مرحله من المرض؟ هل هو مرحله متقدمه؟ لا مرحله متاخره. طب ده هل عرضه ان هو ممكن يجي له تقرحات في الاصابع نتيجه ضعف الدوره الدمويه؟ اقدر كل ده اعرفه عن طريق جهاز الكابيلاروسكوب اللي موجود دلوقتي، ويعني معروف في الاوساط الطبيه، وخاصه استشاريين الروماتيزم هيبقوا عارفين كويس قوي ده، وبيقدروا يستخدموه، او على الاقل يقدر يطلبه لما يحتاج او يشك في العيان. العيان نفسه لو بيحصل له حاجه زي ما احنا قلنا، ان يحصل له سواء الاصابع بتاعته تبيض او تزرق او تتحول لون قرمزي مع التعرض للبرد او للتكييف، نقدر ببساطه نتوجه لاقرب استشاري روماتيزم، يبتدي يا اما يعمل له الفحص لو عنده جهاز، او يحوله لاقرب مختص او استشاري عنده الجهاز. ودي حاجه سهله جدا وتكلفتها بسيطه خالص، ونقدر نعملها بامان تام.
هل تفرق إذا كنت اكتشفت المرض ده مبكرا ولا اكتشفته بعد فترة؟ اه طبعا بتفرق فرق كبير جدا، سواء في النوع الأول اللي هو حساسية البرد أو النوع التاني اللي هو الأمراض المناعية، وخصوصا في النوع التاني بقى طبعا هو الأمراض المناعية ديت. كل فترة بيحصل فيها قصور في الدورة الدموية ويبتدي يحصل نوع من أنواع تدمير للأنسجة الطرفية دي، وابتدي ألاقي العيان بيحصل له بعض المضاعفات الخطيرة جدا، يبتدي يحصل له تقرحات في صوابعه، تعوير صغيرة وما بتخفش لأن مفيش دورة دموية رايحة المنطقة دي. ده كمان العظم من جوه يبتدي يتاكل، يبتدي الأنامل أو السلميات النهائية بتاعة الأصابع يبتدي يحصل فيها تدمير وتآكل نتيجة إن مش وصل لها دم كفاية، يبتدي الإحساس يروح خالص في الطرف ده، وإحنا كل حياتنا معتمدة على وظيفة إيدينا، مع إن في الحالات اللي زي دي الاكتشاف المبكر فيها بيفرق جدا جدا جدا، لأن أنا بحافظ لك على إيدك، بحافظ لك على الطرف اللي أنت بتعمل كل حاجة بيه. فتاني دي أهمية الاكتشاف المبكر للأمراض ديت، وتاني الكابيلاريسكوب أو الميكروسكوب الأوعية الدموية بيمكننا من الاكتشاف المبكر ونقدر نصنف العيان ده مرضي ولا غير مرضي، ده في أنهي مرحلة. ما تحاولوش تستنوا على نفسكم، الأمراض المناعية بالذات أمراض خطيرة، كل ما اكتشفنا الموضوع بدري كل ما كانت النتائج أحسن. وشكرا لحضرتك.